مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون مسافرون 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 برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي مسافرون إن الحياة لرحلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم أيها الإخوة والأخوات نحن في هذه الدنيا جميعا مسافرون كما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فنحن في الحقيقة عابر سبيل إلى دار أخرى المسافر في هذه الدنيا قد تسره بعض الأمور التي تقع له وقد تضره أحيانا من الأمور الضارة التي يفعلها بعض الناس ويقعون فيها وأحيانا قد يقعون فيها دون معرفة شدة ضررها وقوع بعض الناس في السحر والسحر معروف له أضرار وقد ذكره الله تعالى في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة وهو عقد ورقى يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو عقله من غير مباشرة له قد يأتي بعض السحرة في بعض الأحيان ببعض الأمور التي يفرقون فيها بين المرء وزوجه يبغضون الرجل في أولاده يبغضونه في وظيفته ربما سحروه أحيانا فلعبوا بعقله إلى غير ذلك السحر له حقيقة وهو واقع في الحياة هناك أنواع من السحر يسميها الناس سحرا وإن لم تكن سحرا في الحقيقة مثلا لما يقولون فلان كلامه ساحر أي كلامه جميل أو أحيانا مرأة يحبها زوجها فيقول الناس قد سحرته بحبها يعني تعلق قلبه بها واستلطفها كما قال وقاد إليها الحب فانقاد صعبه بحب من السحر الحلال التحبب فأحيانا التحبب إلى الزوج يكون من السحر الحلال لكن الذي نعنيه هنا ما يتعلق باستعمال الجن استعمال الشياطين النفث والصرف وغير ذلك من أنواع السحر التي ربما يأتي معنا شيء منها الله سبحانه وتعالى ذكر السحر في القرآن فقال جل جلاله عن نفر من الكفار قال سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ماذا فعلوا يعلمون الناس السحر طيب هذا السحر لما يعلمونه للناس ما هو تأثيره في الحياة قال الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ماذا يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه إذن هم يفرقون بين المرء وزوجه ويستحدثون أمورا في الحياة تسبب للناس أشياء ذكر الله تعالى السحر أيضا في قوم فرعون وذلك أنهم كانوا يتخذون السحر لأكل أموال الناس بالباطل أو لأجل أن يعرفوا أحيانا بعض بواطن الناس لأجل أن يخبروا بها فرعون فيظهرها للناس فيظن الناس أنه يعلم الغيب إلى غير ذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ألقوا فلما ألقوا ماذا فعلوا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم إذن هم جاءوا بسحر عظيم لما ألقوا حبالهم وعصيهم أعني السحرة الذين عند فرعون لما ألقوا حبالهم وعصيهم وجعلوا يربطون الحبال في أطراف هذه العصي
ويحركون العصا ويسحرون أعين الناس عن طريق استعمال الجن وغير ذلك، فيظن الناس بأن هذه العصي وتلك الحبال أنها تحولت إلى حيات. فلما ألقى موسى عليه السلام عصا تحولت فعلا إلى حية تسعى فجعلت تلقف ما يأفكون. كان السحر معروفا عند الأمم، لذلك ذكره الله تعالى في أقوام كثيرين حتى في غير قوم موسى عليه السلام. قال سبحانه وتعالى مثلا في بعضهم: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. بل حتى في قوم محمد صلى الله عليه وسلم، أعني قريشا، لما جاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا أن ما يفعله وما يتكلم به وأن هذه المعجزات أنها كلها سحر، كما قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. حرم الله تعالى السحر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام جليل خطره، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه هي سبع موبقات، منها السحر، يعني أن يتسبب الرجل به أو المرأة أو الساحر عموما، سواء كان رجلا أو امرأة أو من يذهب إلى هؤلاء السحرة، أن يتسبب في سحر أحد فقد يمرضه بسحره، قد يفرق بينه وبين امرأته، إلى غير ذلك. هذا السحر بلا شك أنه من أعظم الحرام، وبين عليه الصلاة والسلام أيضا أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهنة ولا إلى العرافين، وسواء كان يستعمل السحر عن طريق معرفة الغيب باستعمال الجن أو بالنجوم أو ربما بالخط في الرمل أو العبث بالحصى أو بغير ذلك من أو بأدخنة أحيانا، يعني بعض أنواع الأدخنة والأبخرة التي يستعملها الساحر، كل هذا من المحرمات. قد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، يعني ذهب إلى رجل من هؤلاء السحرة الذين يدعون علم الغيب ومعرفة الأمور الخفية، من أتى إليه فسأله عن شيء، ضاع له شيء فأقبل إليه وقال: أنا قد أضعت مالا فأين هو؟ أو ربما أقبل إليه وقال: أنا أريد أن أتزوج امرأة فكيف سيكون حالي معها؟ أو أيضا جاء إليه وطلب منه أن يحبب إليه فلانة أو فلانا، قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني صار إثمه العظيم كإثم من ترك الصلاة 40 يوما. ولا يعني هذا أيها الإخوة والأخوات أن يترك الصلاة، لا، ما يجوز أن يترك الصلاة، لكننا نتكلم عن عظم إثمه الذي ترتب على فعله هذا. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا فيما إذا سأله مجرد سؤال، لكن لو أنه جاء إليه وصدقه بما يقول، ما هو حاله؟ اسمع إلى حاله. قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، يعني قال له إن سيقع لك كذا وكذا أو لا تفعل كذا لأنه سيؤدي إلى كذا، ادعى علم الغيب فصدقه صاحبنا، ما هو حاله؟ قال: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد؟ أنزل عليه القرآن. ما الذي موجود في القرآن؟ موجود قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن قرر الله تعالى في القرآن أنه لا يعلم الغيب إلا هو، فإذا صدقت أنت هذا الساحر بأنه يعلم الغيب فقد كفرت بهذه الآية. إذن عندنا أن من جاء إلى ساحر لا يخرج حاله من أمرين، إما الأمر الأول أن يأتي إليه مجرد سؤال يسأله عن شيء من السحر أو يطلب منه شيئا، حتى لو لم تصدقه ولم تعمل بكلامه هذا لم يقبل له صلاة 40 يوما،
أما إن صدقه بما يقول قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز مثل هذه الأمور، ومثل هذا الأمر إذا وقع من الإنسان صار متعرضا في الحقيقة لذنب عظيم قد يصل به إلى حد الكفر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من كلام العلماء أيضا حول السحر والسحرة وجلالة أمر هؤلاء أنهم ذكروا بأن حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا صح في موطأ مالك عن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. هذه الجارية ذهبت وعملت سحرا، فلما علمت بها حفصة رفع شأنها إلى أمير المؤمنين في عصرها، فحكم بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف فقتلت. إذن هذا لجلالة أمر السحر وعظم تأثيره وخطره في الناس، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتخذ هذا السحر فإنه يقتل. الله تعالى يغضب على هؤلاء السحرة، وقد بيّن الله تعالى أن فعلهم كفر. إذا كيف نستطيع نحن أن نتقي هؤلاء السحرة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة كما في صحيح مسلم، يقول إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيعها السحرة. فإذا كان المرء قد ابتلي بشيء من السحر فإنه إذا قرأ سورة البقرة فإن السحر يذهب عنه. وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من تصبح سبع تمرات عجوة، والعجوة هذا من تمر المدينة، والحديث في الصحيحين قال لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقد ذكر شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن الحديث ليس خاصا بتمر المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تمر المدينة لأنه كان موجودا عندهم، أما من أكل من غير تمر المدينة فإن هذا يصح منه. من الوقاية من السحر أيضا الحفاظ على أذكار الصباح والمساء، كالحفاظ على قراءة آية الكرسي بعد الفجر وبعد العصر، الحفاظ على قراءة مرة واحدة طبعا آية الكرسي، الحفاظ على قل هو الله واحد والفلق والناس ثلاث مرات، الحفاظ على سيد الاستغفار، إلى غير ذلك أيها الأحبة الكرام من الأذكار التي تكون موجودة في كتب الأذكار المعروفة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يقينا شر الحسدة والسحرة والعرافين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم مسافرون، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم. رحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.